السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب، مقطعنا اليوم شارح تحديات الأسبوع الأول للسيزون التاسع. قبل بداية مقطعنا يا شباب، أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناة، أتمنى أن يشترك وفعل زر الجرس، وربي يسعدكم على كل شيء. ويلا نبلش مقطعنا. واول شيء اوريكم يا شباب اللي هو تحديات السكن المخفي، وطبعا في اشياء ضافوهن جداد ممكن ما تفهموهن، فبنبلش فيهم. بنروح على قائمة التشالنج، قائمة التحديات. طبعا هذه هي قائمة تحديات اسبوع الاسابيع، وهذا هو الاسبوع الاول، خليه اخر شيء. هذا تحديات السكن المخفي، مثل ما تعرف اللي تحت عبارة عن نجوم سرية وبنرات. طبعا السكن المخفي مش تحديات عشان تفتحه، لازم انك تخلص 90 اللي هي الفورت بايت. 90 فورت بايت هاي جديد عليكم صح؟ طبعا فورت بايت لها قائمة خاصة، هي عبارة عن تحديات من 1 ل 99، يعني زي أحجية وبدك تطلع شكل معين. أنا هذا اللي فهمته، بس عبارة عن تحديات بسيطة. مثلا في تحدي بقول لك مثلا وصل تير 20، وتحدي بقول لك جيب اكس بي 120 ألف مثلا، وفي تحدي بتطلب انك مثلا تجيب 25 بجيم سكواد. يعني هذه التحديات بسيطة، وانت بتمارس باللعبة راح يخلص عندك. مكتوب انه بعد يوم راح يفتح تحدي، فهل هي لازم تحديات نسويها، ولا هي عبارة انه كل يوم بعطونا شغلة معينة هم لحالهم بيفتحوها، فبعد يوم راح يبين معانا. فخلونا نختصر وقت ونبلش بتحديات الاسبوع الاول، ونبلش بالتحدي الاول. والتحدي الاول عبارة عن مرحلتين. المرحلة الاولى انك تستخدم تيار المروحة الموجودة بمدينة تلتد. طبعا مثل ما تشوف هذا هو تيار المروحة موجود بمدينة تلتد. وطبعا المرحلة الثانية راح تكون انك تستخدم تيار المروحة الموجود بمدينة ميجا مول، اللي هي كانت ريتال رول سابقا. هذه ميجا مول شباب المدينة، فتستخدم تيار المروحة اللي فيها تخلص التحدي. اول مرحلة تستخدمه بتلتد، ثاني مرحلة تستخدمه بميجا مول. التحدي الثاني مطلوب منك انك تزور جميع منصات السماء الموجودة باللعبة، وهم 7. طبعا منصات السماء مثل ما تشوفوا قدامكم، هذه اللي تكون طايرة بالجو مثل ما تشوفوا بالخريطة. طبعا شباب ما في داعي اوريكم اماكن السبعة، لانه هم اصلا مرسومات على الخريطة. اماكن السبعة مرسومات على الخريطة. طبعا عشان تزورها لازم تطلع فوقها، هذا اول واحدة عشان تزورها لازم تطلع فوقها. وطبعا اماكن الباقيات شوف مثلا كيف مرسومات على الخريطة، هذا اول واحدة انا عندها مرسوم شكلها باللون الابيض على الخريطة، الثانية هي مرسومة. فالاماكن السبعة الباقيات انت لحالك تلقاهم، بس كل عليك تفتح الخريطة وتدور. مثلا هي الثالثة موجودة فوق، فكل عليك تفتح الخريطة وتروح على كل واحدة وبتخلص التحدي، ولازم تزور 7. التحدي الثالث مطلوب منك استخدام قنبلة الاختفاء اللي تشوفوها قدامكم، اللي تخليك تختفي. لازم تدمج خصمك 200 دمج بعد استخدامها على طول. بيعطوك 10 ثواني، هم لازم قبل العشر ثواني ما تخلص تكون مدمج خصومك 200 دمج وبتخلص التحدي. معاك 10 ثواني بعد ما تستخدمها على طول تدمج خصومك 200 دمج وبتخلص التحدي. التحدي الرابع مطلوب منك الحصول على غرض او شيء ليجندري يكون. طبعا مطلوب منك 5، لازم واحد بكل جيم. طبعا ما قالوا لك سلاح، قالوا لك اي شيء على ليجندري، مش شرط سلاح. يعني بتقدر تسوي التحدي على اسلحه او جق، اي شيء مهم يكون ليجندري لازم تحصل عليه. طبعا لو سويت هذه الحركه مرتين بجيم واحد ما راح ينحسب لك الا مره واحده، لازم تجيب شيء ليجندري بجيم وتسويها على 5 جيم وتخلص التحدي الرابع. التحدي الخامس مطلوب منك فاتح 7 صناديق بلاك لاند المدينه الصينيه، او تفتح 7 بلوت ليك. تفتح 7 بلاك لاندنج او بلوت ليك. التحدي السادس جدا سهل، مطلوب منك قتل 3 اشخاص باستخدام اسلحة عليها سكوب، يعني زي السنايبرات. طبعا في طريقة ثانية، هو مطلوب منك تفنيش، تقدر تبطح خصمك تعمله نوك داون باي سلاح ثاني M16 او شاتجن، وبس تيجي تفنشه بالسنايبر اللي يكون معك، بس بشرط انت لازم اللي تكون باطحه، لازم انت تكون باطحه وفنشه بالسنايبر وبتخلص التحدي. والتحدي السابع والاخير مطلوب منك تدمج خصومك 300 دمج وانت على ارتفاع طابقين. يعني مثلا البناء اللي قدامنا، انت تطلع الطابق الثاني وتكون فوق على ارتفاع طابقين، يعني وتدمج خصمك وانت فوق، وانت على ارتفاع طابقين تدمج خصمك 300 دمج. طبعا المرحلة الثانية بتكون لما تخلص المرحلة الأولى، اللي هي انك تدمج خصمك 200 دمج على ارتفاع 4 طوابق، تطلع على العمارة على الطابق الرابع وبتدمج خصمك 200 دمج وبتخلص المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة لازم تدمج خصومك 100 دمج وانت على ارتفاع 6 طوابق، يعني بدك تبحث عن بناية عالية
فيها 6 طوابق وتطلع الطابق السادس وتدمج خصمك 100 دمج او خصومك وبتخلص التحدي السابع. وبس شباب، بعد ما تخلص ال7 تحديات بتكون مكان النجمة السرية محل ما بوريكم هسه بالخريطة. طبعا لازم تكون مخلص التحديات السبعة كاملة عشان يعطوك صورة الانتظار، وبالصورة بس تاخذها بتقدر تيجي على المكان حددت لك اياه بالخريطة تطلع لك النجمة السرية. طبعا المكان راح يكون هون على الأرضية ما عليه عشب، راح تطلع لك النجمة إذا كنت مخلص تحديات الأسبوع الأول كاملات. فأتمنى من كل شخص فيكم حاب يدعم القناة إنه لا ينسى يستخدم كود المتجر، هي موجود عندكم بأعلى الشاشة فوق، وهيك تكون دعمتوا القناة وربي يسعدكم على كل شيء. وأتمنى تقدروا تعبي بلايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم إشعارات المقاطع اللي بننزلها أول بأول، وربي يسعدكم على كل شيء. وهسه يا شباب راح أترككم مع مقطع جيم بلاي بسيط، ويلا مشاهدة ممتعة.